يتعلق ب لجوء البعض الى يعني ما شاهدناه امس في بعض المدن او في بعض المناطق، استعمال مفرقعات احتفالات او العجلات مطاطيه، اولا لابد من الاشاده بالدور ديال ولا المصالح الامنيه والمسؤولين في الجماعات الترابيه والاطر ديال الجماعات الترابيه، لانه فعلا كان واحد المجهود كبير لمواجهه استعمال مثلا العجلات المطاطيه في لاحراقها اثناء يعني احتفالات امس، وهذا واحد الامر اللي ممنوع قانونا، ليس فقط اعتبارات يعني امنيه بل الاعتبارات متعدده، على راسها ما يتعلق بالبيئه، وال كانت واحد اليقظه كبيره في هذه اليومين، والحالات اللي تسجلت سيطبق فيها القانون بشكل يعني حازم، لانه لا يمكن التساهل مع اعمال تؤدي الى الحاق الضرر بالغير.